مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى كاملين بخير. اليوم كيف ما شفتوا راني في مدينة أخرى وفي دولة أخرى، راني في واحدة من أشهر المدن في العالم والدولة اللي كانت تولد فيها أشهر شخصية هتلر، تولد في النمسا. صافي اليوم قلنا نمشيو للعاصمة اللي هي فيينا، والصراحة كانت من أحسن المدن اللي مشيت ليهم، فريمون زوينة ونقية لواحد الدرجة ما يمكنش تخيلوها، حتى من لي ستاسيون ديال المترو كيف ما شفتو داكشي فريمون نقي، والريحة ما كاين حتى شي ريحة خايبة. وبالنسبة للناس اللي ساكنين في باريس غيعرفوني كيفاش كنهضر، فريمون زوينة، واحد المدينة خطيرة. أول حاجة بدينا بها هي هاد الكنيسة هادي، حقاش يوفا كتهبط من المترو اللي كيديك للسونتر كتهبط قدام هاد الكنيسة، وأبارامون مشهورة بزاف كيف ما شفتوا، راه تال معامره هاد البلاصه. مهم زوينه لاركيتيكتور، داكشي فريمون واعر واعر واعر. او فابور ابار كاين واحد ديك لابارتي الوسطانيه اللي كتخلص واقيلا شي 5 اورو ولا شي تخربيقه باش كتدخل تما، مي بار كونطخ في الجوانب وداكشي راه فابور، يعني ما تحتاجش. انا شخصيا ما احتاجتش انني نخلص، داكشي راه شفناه، داكشي اللي مهم راه كيتشاف. صافي كيف ما قلت لكم، مهم صراحه زوينه تستاهل زياره، زعما الا كانت عندكم فرصه تمشيو سيرو. غا هي عرفتوا داك النهار اللي كنا مشينا فيه كان واحد الصهد، واحد الصهد راه ما يمكنش. انا راني عرفت كنت اصلا ديجا فاش رجعت للدار كنت مت. وهي من اشهر لي بيسكوي وداكشي سناكس ديالهم هي هاد الماركه هادي، دونك هي اول حاجه دخلنا ليها. المهم صراحه بنينه بنينه، ضروري تجربوها، واخا غير هذاك البيسكوي الصغير وصافي. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى انكم تستمتعوا بالفيديو وتتبعوا معايا حتى الاخر، وما تنساوش لايك وكومونتير وما تنساوش سبسكرايب تاعي. يلا بسلامه. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم راني في دولة أخرى وفي مدينة أخرى. صراحة لا واقيلا ديجا معرفتش صراحة واش غادي نزيد هاد الفلوغ بوحديتها ولا لا، عندكم كل واحد بوحديتها كل مدينة بوحديتها. المهم راني في فيينا اليوم. شوفوا شوفوا عاد بقيت عاطية غير الحلاوة تاع الحبوب ناط فيا. حنا في فيينا جينا راني أصلا في لوتريش، كنت في مدينة أخرى اللي هي هولستاد، دابا راح نحطلكم فيديو ديالها. دابا راه حنا في فيينا، هانتوما تشرفوني في اوستريا، راه موزارت. الوغ اول حاجه قلنا قبل ما نتغداو شي غدا مقاد ضروري نجربو السوسيس، حقاش معروف في هاد البلاصه في المانيا واوستريا معروف السوسيس هنايا. وبزاف لقينا واحد الحلال دوق تما راه حاب بنين، او ديجا كليت وحده هانتوما عصافي ما جا داخل. واه
نعم ما يجي نفلك انك في كباب yes right bite me where we sitting should we go there I'm gonna put some in the bread it's really nice I like the sausage I'm glad I tried it finally because I want to try it in Germany but there was nothing halal there but now I can I hope it's really halal did it light off I found it like too the skin is like too he's white he has blue eyes and everything huh he has blue eyes the guy he looks more German than anything but to be honest there are some Turkish who look like that as well so maybe I'm talking about the sausage do you feel like that too not really no. There's like plastic in it نتمنى يكون الفيديو لحد الان عجبكم وداك الشيء المهم ما بغيتش نكمل الفيديو بلا ما نبارطاجي معكم الراي ديالي كيفاش جاتني اوستريا وزعما الحوايج اللي خاصكم ديروا زعما الحوايج اللي خاصكم ديروهم او الحوايج اللي خاصكم تفاداوهم والحوايج اللي خاصكم تكونوا مستعدين انكم غادي تشوفوهم باش ماشي تمشيو تما او تشوكاو الوغ صراحه كيف ما قلت لكم الدوله فريمون زوينه فيها شي بلايص واعرين صراحه انا ما نكذبش عليكم انا عجبني اكثر هذيك لا بارتي اللي فيها لا ناتور اللي هي هولستات راني ديجا حطيت الفيديو ديالها الا مازال ما شفتو سيروا شوفوا باش يكون عندكم بلوس دانفورماسيون باغ كونتر مثلا المدن اللي ابار صراحه سالزبورغ حقاش هي جات فواحد لا بارتي فيها حداها الطبيعه وديك الشيء كانت شويه مبدله اما صراحه فيينا جاتني تقريبا دايره فحالها فحال باري يعني ما كاينش واحد الاختلاف اللي كبير بزاف مع باري صراحه شان زوينه وما كاينه شي حوايج اللي ماشي فحال ما نكذبوش ماشي كلشي زعما ما نقول لكمش راه فوتوكوبي مي جاني داكشي تقريبا فحال داكشي البنايات تقريبا الاركيتيكتور حتى من لي زيكليس تقريبا راه دايرين فحالهم فحال باري دونك ما جاتنيش شي حاجه اللي توتالمون ديفيرونت يعني حسيت براسي انني مازال في فرنسا او لا شي حاجه وخلاص بالنسبه للناس اللي ديجا مشاو لبزاف ديال الدول الاوروبيه راه غيعرفوني علاش كنهضر حقاش كتوصل لواحد الوقيته كيولي تيجيك داكشي راهم فحال ما كاينش حتى شي اختلاف بيان سور اللغه كتبدل البلاصه تتبدل ولكن يعني ما كايناش شي حاجه اللي توتالمون ديفيرونت اللي كتخليك تقول واو هادشي اللي جديد دونك انا زعما صراحه نقدر نقول لكم مثلا الا كنتو غاديين وي واحد النهار يعني ما تضيعوش بزاف ديال الوقت في المدينه في فيينا بالضبط مي حاولوا انكم تمشيو للبلايص الاخرين اللي كما قلت لكم اللي فيهم الطبيعه هذوك بالنسبه ليا بلوز انتريسونت على زعما المدن الاخرين هادشي من هاد الناحيه ناحيه ثانيه بالنسبه واش غاليه ولا رخيصه صراحه كنت درت لكم هادشي في الفيديو اللي قبل كان عجبكم هادشي علاش عاوتاني واش رخيصه ولا غاليه صراحه جاتني ما بين وبين تقريبا بحال فحال فرنسا يعني ما كاينش اختلاف كبير بزاف ابار داكشي مثلا بحال مثلا حنا كنا بغينا نشريو دوك شنو سميتهم دوك ديال الثلاجه راه ماما راه كتب لكم الثلاجه ديالي صغيره هذاك الشيء ديال الثلاجه زعما كتلقى مثلا داكشي ديال لي توريست وهذا شويه غالي الصراحه بارابور مثلا هنا في فرنسا هنا في فرنسا تقدر تاخذ داك الشيء بجوج اورو ولا هذا انا كنت كنمشي للطاليان وكنا كيتباعوا باورو تما راه كاينين ب 6 اورو والفوق دونك يعني مثلا هادشي ديال لي توريست وهادشي زيد فيه شويه ديال الثمن يعني لو كنتي بغيتي تشري دوك الشيء لي سوفينير وهذا راه زايدين شويه بارابور للمدن الاخرين خلاص في هولندا وكنا خدينا بشي جوج ونص ثلاثه كاع ماكسيموم وهنايا كان داكشي كنقول لكم خمسة ولا ستة
هذا الشيء من ناحيه لهادي. بالنسبه للماكله الصراحه في داكشي ديال المخبزات وهذا صراحه هو كان شويه الغلا، يعني كتقدر تشري كرواس عاديه كتشريها ب 4 اورو اللي زعما حنا في فرنسا هنايا كتمشي كتشري، يعني فرنسا الارض ديال الكرواسون، كرواسون كتشريها ب 1 اورو 40 1 اورو 30، فهمتي زعما ما تتفوتاش. ديكو عاوتاني راه ما عرفتش صراحه واش شفتوا الفيديو ديالي اللي قبل ولا لا، ولكن كنت جربت حقاش ابارامون. المهم انا هادشي عاد اكتشفته مؤخرا ان الكرواسا انها تخترعت اول مره تخترعت في فيينا، هادشي علاش كنسميهم الفيينوازغي، يعني من فيينا حقاش كانت واقيلا واش شي اميره ولا ملكه في ديك الوقيته اللي كان داروا ليها لي شاف ديالها هادشي. المهم انا رجعت، مي بالنسبه لي كما قلت لكم كتبقى لي كتبقى الكرواسه ديال فرنسا هي احسن كرواسه صراحه دقت، لان المهم الناس مازال ما ذاقوش الكرواسه ديال فرنسا. صراحه ناقصكم بزاف خاصه انا في المغرب، عندنا صراحه هاد المخبزات كيديروا كرواسه زوينه وداك الشيء، ولكن هذه راه تفوق الخيال. صافي كما قلت لكم عجبتني الكرواسه ديال هنا، مي صراحه النصيحه اللي غنقدر نعطيها لكم هو انكم اوموا في الصباحات هادشي اللي كنا ولينا درنا في الاخر، لان كتمشي كتاخذ مثلا غير قهوه ومعها شي كرواسا كتصدق مخلص واحد 10 اورو باغ بيرسون، ماشي كل واحد بوحد زعما بجوج ولا هذا. مع كنت مشيت انا وصاحبتي حقاش القهوه بوحدها كتكون دايره 5.5 ولا 6.5، وعاد الكرواسا هذه كما قلت لكم كتكون 3 وزياده اولا 4، وكنهضر لكم زعما شي كرواسا عاديه وما زويناش حتى بزاف. دونك زعما في فريمون هذا الشيء كيت باش فداو لي هذا الشيء كما قلت لكم في دوك الايامات اللي زعما ايامات الخرانيه كنا شنو كنديرو في الصباح فاش كنفيقو، كنا راكم شفتو في البدايه ديال الفيديو هزا واحد القهوه وهزا كرواسا، كنمشيو لذاك كاين هذاك سباخ بحال واحد بتي سوبر مارشي، وهذا كتمشي كتاخذ هذيك اللعيبه هذيك القهوه كتكون دايره وقيلا شي 70 سنتيم ولا شي حاجه، وعاد كرواسا كتكون دايره مثلا اورو ولا شي حاجه. صراحه هذا واحد لاستيس اللي مخير، يعني انت تقدر مثلا نهار الاول او نهار الاخر تمشي قهوه في الصباح وديك الشيء وهذا، مي الا كنتي جالس بزاف من الاحسن فهمتي من الاحسن كما قلت لكم ديروا هذا البلان، ومو بعدا هكا الغداء ولا هذه راه تاكلوا ديك الساعه بقد. صافي قلت لكم هذه هي من ناحيه ديال الفطورات. بالنسبه للغداوات الصراحه حتى هما ما كانش بزاف لو شوا، المهم بالنسبه للناس اللي تاكلوا حلال كاين داكشي غا ديال الحاجه الوحيده اللي تكون حلال هو كباب، وبالنسبه للناس اللي طالع عليهم كباب في راسهم بصراحه داكشي تيطلع في الراس. حنا صراحه كنا كليناه بزاف في الاول، يعني كل نهار كنا تقريبا كناكلو، واحد النهار اللي كنا مشينا تغدينا في سوشي، واحد النهار عاوتاني اخر كنا تغدينا باش تغدينا والله ما عقلت، مي فهمتي الاغلبيه كان كباب وهذا ولا باركور عرفتي. المهم داكشي دوك الحوانت اللي عندنا هنايا ديال كباب فرنسا وهذا، يعني تيكون عنده باقي تيكون عنده بيتزا هادي يعني هادشي اللي كاين حلال. مره وحده اللي كنت جربت مشيت قبل جربنا السوسيس، لقينا عنده واحد السيد تيبيع السوسيس حلال وديكشي، مي جينيرالمون زعما ما كاينش بزاف لو شوا في الماكله، يعني كونوا مستعدين انكم زعما راه ما غاديش هادي. ولكن صراحه انا كيف ما انا فاش فيما كنسافر الصراحه ما تهمنيش بزاف الماكله، ابار لا كانت شي بلا اللي معروفه بيداك الدوله هذيك هي اللي كنكون انتريسي باش انني نجربو. اما فاش كتكون شي حاجه اللي ماشي ما نشرش بزاف اولا ما معروفاش ولا زعما ما عندهم شي حاجه اللي سبيسيفيك، دونك ما عنديش شغارات، يعني كنقدر ناكل اي حاجه، المهم انك تبقى قادر انك توقف وتخرج وتضل. صافي هادشي بالنسبه للماكله، اي معروف كما قلت لكم معروف السوسيس عندهم، وشنو معروف معروف عندهم واحد الصالاد ديال البطاطا ما عرف الصراحه واش صورتها ولا ما صورتهاش والله ما عقلتش خاصني نتاكد. واحد الصالاد ديال البطاطا حتى هي معروفه عندهم، معروف عندهم شي تخربيقات ولكن جينيرالمون اغلبيتهم فيهم البور اللي ما يمكنناش ناكلو، دونك صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للماكله. وثالث حاجه اللي غنهضر لكم عليها اللي هي الناس ديالها، صراحه الناس ديالها خايبين. ليكسبيريونس ديالي فريمون سو رود فهمتي، ما عرفتش بحال ما مربيينش اولا شي حاجه عرفتي، ما تيتعاملوش حتى مزيان. مثلا تخيل معايا انك تكون بحال حنايا واحد الوقيته كنا ركبنا في البوس كنا غاديين لواحد سميتو غاديين لواحد من داك المدينه اللي كنا جالسين فيها غاديين لواحد البلاصه فيها لاك، وهذه راه هي اللي صورت لكم في البدايه ديال الفيديو اللي سميتو فوشو لاك ولا ما عرفتش شنو هو.
صافي دابا فاش حنا دابا الاغلبيه انك ما عندناش لي سبيس كان عندنا غا لي كارت. صراحه علاش اصلا كان عندنا لي كارت؟ حقاش ديجا حنا عارفين ان البوس كيطلبوا فيه غا لي كارت، داكشي علاش حنايا ما كناش خرجنا الفلوس. سميتو يا ربي كانت عندي 10 اورو، كانت عندي 10 اورو في جيبي. مي ديكو كيما قلت لكم انا عارفه ان البوس كيتخلص، حقاش ديجا هادشي شفتو فاش كنا ركبنا نيت في لي بوس تما، وداكشي كنتي انك تقدر تخلص بلا كارت. دونك صافي هذيك 10 اورو كنت خليتها، قلت خلي الا مشينا لداك نقدروا نمشيو لداك لاك وداكشي ما نلقاوش باش ناكلو اولا مثلا شي حاجه، حقاش فاش كيكونوا دي فيلاج لي صغارين كاينه بوسيبيتي ان ما يكونش عندهم مثلا ما كيتخلصوش بلا كارت، يعني خصك تخلص اسبيس. دونك فهمتي انا هذيك مخليها في البسطام على اساس داك على داك اساس، واخا ان كنا حنا كنا غاديين بداك التخربيق ديالنا وداكشي راكم شفتو مع كنا مشينا اصلا حتى للعشيه، دونك راه ديجا فطرنا وتغدينا عاد مشينا، يعني غير بغينا كشي عصير ولا شي حاجه ما غاديش سافا با دي باسي زعما ديك دي زو. قلت لكم صافي فاش ركبنا في البوس صافي وقيلا ما انا دابا لا كارت ديالي كنت في الدبقه على داك البلافون ديال خلاص، لانني كنت استعملتها بزاف كنت خلصت بزاف. صافي ولاو صافي فاش دوزت لا كارت ما سميتو طلع ايغور زعما كوم كوا راه زعما البيمون راه تشوفيزا وديك التخربيقات. صافي قال لي صافي هو بدا في فريمون كيتهز وتيتحط، عرفتي كيتهز وتيتحط هي هذيك تماما هادي، وانا ما كنبغيش نتخلص بلا كارت وعلاش ما عندكمش اسبيش وهذا. قلت ليه شي حقاش كنقدروا نخلصوا بلا كارت وما كيهضرش مشكله حتى لونغلي مزيان، يعني حافظ جوج كلمات وكيهضر كيكلم على كيكملها بالالمانيه حنا وهادي سميتو انا ما خلصتش بلا كارت. قلت لي صافي لا كارت ما دازتش عاود هادي، قال لي لا وهادي راه ما خداماش وهادي كدا كدا وفريمون كيتهز. انا عرفت شي داك الساعه فريمون عصبني فريمون عصبني. صافي جبت هاديك سميتو عرفتي خبطت، المهم عطاتها لي بحال هكا قلت له ها هي هادي، وبقيت بقيت كنقول شوفوا شد البنادم هذا باللونغلي باش يفهمني، شد بنادم واي هي سو رود، شنو كيف كاين شي واحد كيتعامل بحال هكا مع الكليان هذا فهمتي. المهم بغيت نوضه معايا انا حقاش واخا هكاك كنخاف على راسنا ما قدمش عند البوليس ولا شي حاجه، مي جينيرالمون الصراحه المهم هذه شويه من بزاف فريمون الناس ديالهم خايبين. ما عرفتش الصراحه واش غاسيست، تقدر يكون غاسيست، يقدر يكون اصلا ما عندهمش مع لي توريست طالع عليهم فراسهم، حقاش كيما قلت لكم حنا واخا هكاك دابا هاد البلايص اللي كنقول لكم راهم دي فيلاج فهمتي زعما ماشي مدينه كبيره، بالعكس راه فاش مشينا لفينا صراحه ما تحطناش في هذا الموقف. باغ كونطخ كيما قلت لك هذا حقاش كنمشيو من الفيلاج للفيلاج، ربما كيما قلت لكم بنادم ترونكيل هذا ما عزش عليه هذاك الشيء لبنادم وهذا صافي ما كيعجبوش الحال، يعني كيكون على سبا. دونك فريمون ردوا بالكم من هذه القضيه، ديو معاكم فاش توصلوا تما راه شوفوا راه كاين البنوك وكلشي راه تقدر تخرج. غير كيما قلت لكم انا المشكل ديالي هو انني ما بقيتش قاده نخرج من البنكه، معاكم تخرج فلوس باش خلصت لوطيل حتى هو بغى اسبيس. صافي قلت لكم فهمتي ديو معاكم اسبيس وعرفوا يعني فهمتي ما تحطوش في شي موقف اللي تقوم ضاربين مع شي واحد ولا هذا، راكم فهمتي كتبقاو توريست تقدر توريست ولا ميم مقيم، شي واحد اللي مقيم هنايا باقي مثلا ما عندوش داك الناسيوناليتي راك انت في خطر، اون فوا مثلا غتموت شي صداع ولا شي حاجه وتمشي غتمشي للكوميساريه ميم سي راه هو حقك فهمتي، راه فريمون هذيك النهار كان حقي، ولكن شكون اللي مثلا يقدر حتى شي واحد ما يشهد، لا كانوا مثلا كاينين غير الاوستريين تما اللي كاينين في البيوت يقدر يجيو منه، يعني هو تصدق مشكل كبير. باش تتفادى كيما قلت لكم كون عندكم اسبيس وكونوا دايرين في بالكم ان هذا الشيء راه غادي يقدر يوقع، دونك كنت مستعد نفسيا باش ما تحطش في شي موقف هذا. كيما كنقول لكم هذا الشيء انا راه غا فهمتي ربما انا طحت في هذه المواقف، يقدر نتوما ما تحوش كاع في هذه المواقف. انا فهمتي دابا كنعطيكم دي زاسيوس باش تفاداوهم اصلا، يعني اغلبيه مو هاد المشاكل يعني ديال لي سبيس اولاد، اما انت لو كنتي باغ اكزومبل ديجا عندك لي سبيس راه غادي يطلع غادي يخلص غيعطيك التيكيه وغادوز، يعني ما غيكونش هذا المشكل. صافي كيما قلت لكم هادشي اللي كاين. المهم الناس فريمون ما عجبوني صراحه، انا صراحه مشيت لطاليا مشيت هذا فهمتي اغلبيه الناس كتلقاهم مرحبين كيضحكوا معاك كيديروا هادي، هما فهمتي شويه مكنززين ابار زعما هذوك اللي بالعكس عاوتاني كنهضر عاوتاني على هذوك السوريين او لا مثلا الفلسطينيين ولا هذوك العرب اللي كاينين تما، الصراحه الله يعمر لهم الدار واعرين لواحد الدرجه ما يكونش خيلو. صراحه حنا اصلا معروف علينا العرب ظريفين ومرحبين وهكا وعزيز علينا، فاش كتشوف شي واحد عربي كتعرفو عربي كيكبر بيك هذا. وقعت لي صراحه مع مول كباب النيت مشي نشري عنده كباب وداكشي، هضرت معاه في الاول بلونغلي حقاش انا يصحاب لي كردي الثاني، هضرت معاه في لونغلي وهادي سميتو شويه سمعتو كيهضر بالعربيه، ديك فاش نقول له بالسلامه قلت له مع السلامه وشكرا
كل يوم واش انتي عربيه؟ قلت لي اييه. كل يوم نيال المغرب صافي اهلا فيك يا اهل المغرب هادي كي فهمتي تيكبروا بيك كيديروا هادي. صراحه فريمون الناس تما واعرين هادشي. على صراحه الا مشيتوا انا كنشجعكم انكم تمشيو عندهم وتاخذوا من عندهم بالاخص فهمتي مهم فهمتي تعاونوا معاهم هذا تما مسكر خدامين وهادي كذا زعما صراحه ويستاهلوا كل خير زعما اوليو باش انك تمشي تخسر فلوسك عند شي واحد اللي ما يستاهلوش من الاحسن تمشي بعدا عند هادو اللي فهمتي تا هما راه عرب تا هما راه مندمنا وهادي وهادي. صراحه انايا كنصحكم انكم ديروا هذه القضيه وصافي هادشي اللي كاين من هاد الناحيه هادي. اما صراحه بالنسبه للتقضيه وهذا كما قلت لكم داكشي ديال توريست وهذا هو اللي زاد شويه في الثمن. اما مثلا داكشي العادي راكم عارفين زاغا اش ام برايمارك وهادشي كلشي راه كلشي كاين تما باي ذا واي وداكشي راه نفس الاثمنه اللي عندنا هنايا زعما ما كاينش شي فرق. دونك بلا ما تمشي تما زعما تقول حكا تما رخا ولا شي حاجه معاك الا رخا لا والو راه فحالو فحال هنا بلا ما تما غاديين باش تجيو تقلي معكم من تما. ابار عندهم واحد الماركه اللي سميتها دي ام عرفتش واش كتبرونونس هكا هذيك هي اللي عندها دي برودوي اللي زوينين زعما ورخاصين وكلشي. مي بالنسبه للناس اللي مثلا عندهم داكشي اكثر من 100 مليلتر زعما فهمتي الا عندك انت الباكاج. اما لو كنتي عندك غادي الطياره حيت اغلبيه داكشي اللي انتريسون كيكون فيه 100 مليلتر وما غايمكنلكش تطلع معاك الطياره. دونك صافي هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو يعجبكم كملوا حتى الاخر ما تنساوش سبسكرايب كالعاده وجيم و كومونتير وبارطاجيو مع الناس اللي كيفكروا انهم يمشيو لاستريا باش يعرفوا هذه المعلومات باش ما يتقاولبوش وصافي. كنشكركم بزاف شكرا بزاف الناس اللي تيفالوني. المهم راني وصلت ل 7000 7K شكرا وليله شكرا بزاف وبارطاجيو وصلوا 10000 ان شاء الله. يلا تهلاو في راسكم ونشوفكم المره الجايه. سلامه. Thank you.